هناك تحولات مست اهتمام وأولويات الجمهور العربي في مرحلة ما بعد الثورات، هكذا يقول الأكاديمي شبلي تلحمي، لكنه يشير أيضا إلى أن الرأي العام العربي ورغم ما أصابه من تحولات خلال العامين الأخيرين لا يزال يحتفظ باهتماماته الإقليمية والدولية التقليدية. الرأي العام العربي لم يتحول كثيرا بالنسبة لنظرته تجاه العالم الخارجي بعد الربيع العربي. ما نراه بالنسبة لاستطلاعات الرأي العام التي قمنا بها بعد بداية الانتفاضة العربية، الرأي العام يماثل ما كان قبل هذه الثورات. في كتابه الذي قدمه لجمهور من الباحثين والخبراء الأمريكيين بمعهد بروكينج، يستعرض تلحم رحلة طويلة من القراءة والإحصاء لاهتمامات الإنسان العربي في المرحلة الحالية، مؤكدا أن مرحلة الثورات وما بعدها عادت ترتيب الأولويات في تفكير شعوب المنطقة. التركيز كما نراه أكثر على بعض القضايا، منها طبعا قضايا الربيع العربي نفسها، في خاصة التركيز على سوريا وما يحصل في ليبيا وفي مصر، ولكن نرى أن أهمية القضية الفلسطينية على مستوى الرأي العام العربي لا زالت عالية. هناك اهتمام أكبر بقضايا الحياة اليومية وتحقيق الحياة الأفضل وتنفيذ مطالب العدالة في الحكم وتوزيع الثروات القومية. هذه واحدة من الاستخلاصات التي توصل إليها المختصون في واقع واهتمام العربي حاليا. بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت هناك حاجة ماسة لفهم متغيرات الرأي العام في العالم العربي، وما هي نظرة شعوب المنطقة للعالم الغربي وغيره، لأن هذا الفهم يعزز فرص الحوار الأفضل بين العالمين الغربي والعربي. أمر آخر تأكد للباحثين بعد عامين من الربيع العربي، وهو أن انشغال الجمهور في دول تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا وغيرها من دول المنطقة بتغيير أنظمة الحكم السابقة لم يفصلها عن قضايا جوارها الإقليمي وعن تحولات العالم خارج حدود الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ليس ثمة ما يمكن تسجيله من كثير تغير في أولويات الرأي العام العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي. هناك تركيز أكبر على قضايا الشأن الداخلي في ظل الاهتمام المتزايد أيضا بكل ما هو قضايا إقليمية وقضايا عالمية. رابح فلالي، الحرة، واشنطن.